باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أفكر حضراتكم إن المرة اللي فاتت اتكلمنا في موضوع كان عنوانه فاكرين إيه؟ افتح، وقلنا المرة دي هناخد إيه؟ اغلق أو اقفل. إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على إن المفروض الإنسان مع ربنا يفتح إيه؟ فقلنا يفتح واحد فمه، وقلنا الآية بتاعت خذوا معكم كلاما، ما ينفعش الإنسان يقف قدام ربنا فاضي. وقلنا كمان إن الكلام اللي هنقوله لربنا يكون بلا حاجز وببساطة، وأبويا ده أنا أقدر أتكلم معاه في كل حاجة وفي أي حاجة، ده أبويا اللي ماليش غيره. دي حاجة. وقلنا بعد كده أفتح إيه تاني؟ افتح قلبي. قلنا المسيح بيقول انا واقف على الباب اقرا، ان فتح لي احد او ان سمع احد صوتي وفتح انا هخش واتعشى معاه انا وابي. وبالتالي انا محتاج افتح لربنا قلبي، انا قيب التوبه ويبتدي لي تاثير في حياتي بقى من خلال الحياه الروحيه. وقلنا اخر حاجه، انا براجع انا ما بقولش حاجه جديده لسه، قلنا حاجه اخر حاجه ولا الوقت ساعتها ما سعفناش؟ ده الوقت ما سعفناش عشان كنا بنتكلم عن التكلم بالألسنة، بس أنا هقولها برضو كده. قلنا إن الواحد يفتح عقله، وكلمة يفتح عقله يعني يستوعب رسائل الله، لأن أوقات كتيرة قوي رسائل ربنا ليا في حياتي بتبقى واضحة بس أنا ببقى واخد منها موقف، فأنا مش عاوز أسمع. يعني ربنا عاوزني أعمل حاجة معينة بس أنا أوريدي واخد قرار، فبقولك لا. عارفين مين؟ بالعام اللي عمل كده، بالعام ربنا كانت ارادته واضحه وصوته واضح وقال له اوعى تلعن الشعب بتاعي، لكن قدام الاغراء المادي بالعام النبي اخذ قرار انه هيحاول يلعن شعب الله. اوقات انا ببقى كده، بيبقى صوت اللي حواليا هو صوت ربنا بيقول لي بلاش تعمل كده، لو سمحت كبر قلبك اغفر، وانا مصر على اللي في دماغي واقول لا. دي كانت الملخص بتاع كلمة افتح. النهاردة هنتكلم على كلمة اقفل. كلمة اقفل ايه المفروض اقفله؟ هناخدهم واحدة واحدة. اول حاجة محتاج اقفلها عينيا. ليه؟ لان العين لما بتتفتح جامد دي للأسف بداية حروب، ثلاث حروب اربع حروب. هنقول اول حرب منهم الشهوة. الشهوة أساسها عين. لما الواحد بيبص على حاجة ممكن يشتهيها، مش كده؟ يعني حواء لما كانت في الفردوس وبصت للثمرة، الكتاب المقدس استخدم كلمة إن لقيتها إيه؟ شهية للنظر، يعني العين استحلتها والعين فتحت نفسها. أنتوا لو بتاخدوا بالكم إن معظم بتوع الفاكهة مثلا زي بتوع التفاح يفضل طول النهار يلمع في التفاح ويرسولك هرم، ليه؟ عشان عارف إنك أنت والبياع الشاطر يبص على عين الزبون، لأنه بيبقى عارف من عينه إذا كان هيشتري ولا لا. يقول لك عينه سبقته. يعني إيه عينه سبقته؟ خلاص هو بعد كده بيلعبه بقى، هو بقى بيشتري عربية، بيشتري تفاح، بيشتري أي حاجة. فالعين أسوأ ما فيها دايما الشهوة. والإنسان لازم يخلي باله من عينه، لأن العين المفتوحة هتجيب شهوات كتيرة قوي. فمرة من مرات وفي التقليد الرهباني القصة دي، في أب راهب زمان، يعني بنتكلم عن القرون القديمة، في واحدة ست إيه بتكلم له، يظهر هو بتكلم له كانت بصاله قوي. فقال لها يعني اتحشمي، أنت مالك بتبص كده بتمققي بعينيكي؟ ما تبصليش كده. فهي راحت ردتها له برد، يمكن عارفين حضرتكم القصة دي، قالت لهم أنا جلبت منك أنت لأنك أنت آدم، فأنا لما بصلك ده وضع طبيعي بصلك، لكن أنت جلبت من التراب، فلما تبص بص للتراب ما تبصليش أنا. أنت مالك أنت ببصلك ولا ما بص؟ أنت المفروض ما تبصليش أساسا. كلمة فيها تعليم، إن الإنسان لما يخفض بصره وعينه ما تبقاش مفتوحة دوت بيقلل حروب الشهوة لحد كبير. افتكروا الآية اللي قالها أيوب النبي في الإصحاح رقم 5، عهدا قطعت لعيناي فكيف أتطلع لعذراء.
انا عيني دي في بيني وبين ربنا عهد. ده احنا عملنا العهد ده في مسحة الميرون لما عيني اتمسحت، ولغاية دلوقتي عيني بتبص، ومدام عيني بتبص بتشتهي. ده ممكن الواحد يكون عاوز يعمل رجيم مثلا، اوريكم العين تعمل ايه، يعني ما دقش حاجة بس شاف طرطاية كده ملونة ونصها بني ونصها ابيض وفواكه وبتاع ورسو، من غير ما يدوق يعني، ما حد هو لسه ما عرفش طعمها حلو ولا طعمها وحش، بس عشان عين مققت والعين بصت قوي ابتدى يشتهي. وعلشان كده لما بنتكلم على فعل اغلق، اول حاجة بنقول لك اغلق عينك، لان اول خطية العين تتحارب بيها ايه؟ الشهوة. تاني خطية تتحارب بيها العين تعظم المعيشة. ازاي تعظم المعيشة؟ انا هقول لحضراتكم حاجة، لو انا عندي شقة بسيطة وفيها بلاط على الارض، مش الحمد لله كفاية شقة وفيها سقف وشباك وبلكونة، وكنت راضي قوي بشقتي، عمري ما قلت واسعة ولا ضيقة، اه سترانة من برد الشتاء، وعندنا كمان مروحة من حر الصيف. لغاية لما رحت زرت واحد تاني، بصيت لقيت البلاط غير البلاط، بقول له ايه ده؟ قال لي ده اسمه بورسلين كده. وقال لي قلت له السقف عامله، قال لي ده انا عامله حاجة اسمها سقف ساقط وسقف منور وإضاءة مباشرة وإضاءة غير مباشرة. واللي انا ماشي عليه ده، وتقال لك دي سجادة بقى جاية مش عارف مين كده تغرس فيها وانت ماشي برجليك، تتمنى ان يبقى سريرك زيها كده يعني. الواحد لما شاف رجع يقولوا عقله معرفش حصل له ايه، عقله لف. ايوه هي دي اللي بدور عليها، عقله لف ليه؟ لان هو ايه اللي حصل له؟ لما بص اشتهى حاجة ما كانتش موجودة عندي. اقنعوني انتم، لما واحد يشتري ساعة مثلا تمنها، مش عايز احكي لكم ان في ساعات يد ب80,000 دولار، يعني الساعة بمليون جنيه مصري. انا عاوز اسأل يعني ليه؟ انا عاوز حد يعني، يمكن انا متطرف بس انا ما هي ماركة بس برضو ليه يعني؟ اذا كانت الساعة ب200 جنيه بتقول لي 60 دقيقة او 60 ثانية، لكن شوفوا الانسان يوصل في مغالاة ان يحس ان ده حقه، فتقول له لا دي زيادة شوية، ده تعظم معيشة. يقولك طب انا اعمل ايه؟ بدي ربنا حقه، ما البس الساعة دي ام مليون جنيه ليه؟ الحقيقة لا، مش ممكن ربنا يكون اداني الخير، مهما اداني الخير كان كتير، عشان اجيب ساعة تمنها مليون جنيه تقول لي ان الساعة، ولا عشان انا ابقى قدامكم بقى واعمل كده كل شوية؟ يعني انا ممكن بقى كل شويه، انت يعني كل شويه كده، كل دي عايز اشوف الساعه كام عشان حضرتك تشوف الساعه وتقول لي كام، اقول لك ده انا جبتها لا لقطه، جبتها لقطه، هي بره بمليون، انا جبتها ب900,000. تقول لي شاطر قوي. الحقيقه شوفوا، انا عايز اقول حاجه، مره قابلت اب راهب في دير الانبا بشوي، قال لي انتوا عندكم مشكله في مصر الجديده والزمالك والحتت اللي زي دي. قلت له ايه؟ قال لي الناس في طموحاتها الماديه ما بقاش ليها سقف، ما بقاش ليها سقف. انا بس عاوز، وبصراحة بيني وبينكم عشان اكون امين وما بالغش، خطية تعظم المعيشة هي اصعب خطية ليها تفسير دلوقتي في العصر اللي احنا عايشين فيه. حدوده ايه؟ الزنا زنا، الكذب كذب، الشتيمة شتيمة، كل خطية من دول تعرف تمسكها، لكن تعظم المعيشة دي حد يعرف يمسكها؟ محدش يعرف يمسكها، معرفش. بس خايف ان انا وانتم نكون بنتسرق، لان على قد ما بمتلك في الارض، اللي بمتلكه في الارض هو اللي امتلكني، فما بقتش عارف اعيش من غيره. يعني احنا صغير، اديكم مثل، احنا دلوقتي عندنا معظمنا تكييفات، وبنقول الجو في مصر اتغير والجو بقى حر، وانا كمان عندي في بيتي، مش هنكر انا عندي، لكن انا عاوز اقول حاجة. زمان واحنا صغيرين لما الدنيا كانت بتبقى حر بنعمل ايه؟ كنا بنهوي بجرنان او كشكول كده، نجيب الجلدة بتاعت الكشكول بتاع السنة اللي فاتت ونعمل فيه كده، والبنات كانوا يكرمشوها كده مروحة، مش كده؟ ورقة برضو يكرمشوها، وكانت بتهوى، ونفضل نهوي لغاية لما نتعب، ومن التعب ننام. يعني احنا ما تهوناش، احنا تعبنا فنمنا، ده كان طبيعي جدا. وبعدين ايه اللي حصل؟ اتعودنا على الرفاهية. وبعدين لما تعودنا على الرفاهيه، لما التكييف بيعطل النهارده، الواحد ما يقولك لا انا اشوف بيت اروح انام فيه النهارده، اروح انام عند اخويا او اختي او ابني او بنتي او بابا او ماما، مش قادرين. سيبوكم من الحكايه دي، انا برضو بتكلم، اتعودنا وليكن، لكن انا بتكلم على مبدا من حين لاخر.
لما تيجي تشتري حاجة فكر، اوعى اكون بتزحلق في تعظم المعيشة، بس الحقيقة اللي بيقودنا كلنا لتعظم المعيشة ايه؟ عينين، عينينا. يبقى المفروض الانسان الروحاني بقدر الامكان يتحكم في عينه، لان العين مصدر للشهوة، العين مصدر لتعظم المعيشة. تالت خطية بتوقعني فيها العين قريبة من اللي قبليها، بس هقولها بالناحية السلبية. خطية اسمها خطية التذمر. يعني ايه خطية التذمر؟ انا لما شفت البيت اللي احسن من بيتي بقى عندي تعظم معيشة، عاوز اعمل زيه، ده تعظم معيشة. لكن لما في واحد بقى كده كده مش هيقدر الحقيقة، امكانياته مش هتجيب، يعني انت عندك فيلا وانا عندي جحر، فانا شفت الفيلا ومش هقدر في يوم من الايام يكون عندي فيلا، فتلاقي اللي جواه بقى ايه؟ تذمر. ودي تالت خطية توقعني فيها عيني، لما شفت حاجة أحلى من حاجتي ما شكرتش على اللي عندي، اتذمرت على اللي عندي، بالرغم اللي عندي ممكن ما يكونش عند ناس تانية، وبيحصل. بخش البيت كده أقول دي شقة، دي ده سجن، هو إيه اللي بيحصل لي؟ أنا ليه بقيت لا أنا متضايق وخلاص. كل ده تصوره سببها العين. أكبر دليل على كده، ممكن أسألكم سؤال؟ لو انسان كفيف وما بيشوفش كان وقع في الثلاث خطايا اللي انا قلتهم ولا واحد؟ هتقول له سجاده بتاع السيراميك، يقول لك يعني سيراميك، تقول له بورسلين يقول لك يعني بورسلين، ما هو مش قادر، يعني هو مش شايف. الانسان الروحاني اللي شبعان بربنا فعلا بيوصل لدرجه من كده، ومعك على الارض لا اريد شيئا، يمكن يكون مش قمتي، لكن فكروا، احنا دعوة ان احنا نفكر مع بعض. فلما كلمة اقفل عينك مش معناها انك تمشي مغمض، معناها خلي بالك لحسن عينك تكون مدخل لثلاث حروب: شهوة، تعظم معيشة، تذمر. طبعا التذمر معاه مقارنة ومعاه حاجات كتيرة قوي بقى، بس مش هنخش في التفاصيل. تاني حاجة لازم اقفلها ودني. في قديس اسمه الاب اسحاق، من منطقة كده كان اسمها من منطقة الألالي. الأب إسحاق ده غير مار إسحاق السورياني، الأب إسحاق قال كلمة، قال لا يمكن أن يقتني قلب النقاوة وله أذن مفتوحة. تاني، إحنا بنشتكي كلنا من عدم نقاوة قلوبنا. بيقول لك شوف ودنك بتسمع إيه، لأن ممكن ودنك اللي بتسمعه يكون سبب كبير في عدم نقاوة قلبك. اشرح لكم حاجة يمكن اكون قلتها لكم قبل كده. في مدينة في امريكا اسمها نيويورك معروفة، فيها احياء قديمة قوي مبنية سنة 1920 و1910 و1900، عمارات مبنية في الوقت ده في بعض المناطق. يعني العمارات دي كل مطبخ فيه زي بوابة كده، يعني باب تزقه يمشي معاك، الناس بترمي زبالتها من الاخرام اللي في المطبخ عشان ما تحتفظش بالزبالة او تنزلها تحت، وكل مطبخ فيه خرم بيترمي منه كيس الزبالة ينزل تحت على منور، تيجي العربيات من المنور تاخد الزبالة وتمشيها. أنا ليه بحكي لكم الحكاية دي؟ احنا مالنا ومال نيويورك؟ لا، أتاري الخرم اللي في المطبخ ده ودني، ومقلب الزبالة اللي تحت ده قلبي. تاني، الخرم اللي في المطبخ اللي برمي منه زبالة ده ايه؟ ودني، ومقلب الزبالة هو ايه؟ فلما طول ما انا برمي زباله يعني ودني مفتوحه، الزباله بتتحوش فين؟ بتنزل من فوق كده لغايه تحت. على قد ما بنسمع على قد ما بيتلوث قلبي. انا بحب حضرتك واعرف عنك كل خير، فجيت قابلتك بترحاب، يجي حضرته يقول لي في ودني، يقول لي اللي انت سلمت عليه انت عارف ده مين ولا عارف حكايته ايه؟ خلي الطبق مستور، احنا ما احبش اتكلم على حد، بس خلي بالك انت باين عليك طيب قوي قوي يا ابونا، وانا قبلت الكلام ده. هل مشاعري ناحيته بقت زي الاول؟ على الاقل لو ما كرهتهوش بقيت متشكك وبقيت خايف وبقيت. وتلاقوا للاسف، دعوني اتكلم معكم بمنتهى الصراحه، الكنيسه جزء من مجتمعنا، فزي ما في نميمه بره في الشارع في نميمة جوه الكنيسة، وفي ناس بتتكلم على بعض وخدام يتكلموا على أمنا وأمنا يتكلموا، احنا كلنا بشر، والحرب هي هياها بره زي جوه. الشاطر اللي يعرف يقفل ودنه،
الشاطر اللي ما يخليش اي حد يلوث قلبه. فلما يجي حد يحكي لي حاجة عن حد اقول له اسمع، لنا ولا انت عارفين قلبه فيه ايه، ولنا ولا انت نقدر نحكم ربنا شايفه ازاي. فارجوك من فضلك ما تكلمنيش عن اي حد، ناخد قرار. بس المشكلة بيني وبينكم ان كلنا عندنا نقطة ضعف. اتاري شبابيك الزبالة اللي في مطبخنا كلها مفتوحة، فالشيطان بيرمي يمين وشمال ويعسر الناس، والناس تبقى عندها يقولك فلان ده بقى ودني. مين اللي عمل ودني؟ من الناس اللي راحت حكت له وده دخلوا الخوف، يقولك اتغير. ارجوكم اللي عاوز يحافظ على نقاوة قلبه لازم يعمل ايه؟ يقفل ودنه. كلام من كتير من اللي بنسمعه مش حقيقي، وحتى لو كان حقيقي ما تعرفش اللي وراه الدافع كان ايه، وحتى لو كان حقيقي وهو غلطان انت ما انتش عارف اذا كان تاب ولا ما تابش. والمشكلة بعد ما ودني سمعت والزبالة نزلت قلبي، انا ما سكتش، انا رحت لودن واحد تاني وفتحت عشان احط الزبالة اللي جوايا جواه. وناس ان في آية بتحذرنا كلنا بتقول ويل لمن تأتي بواسطته العثرات. وانا طول ما انا بتكلم بيه قاعد اعسر ناس، طباه اللي يعرف يحافظ على نقاء قلبه ده. تصوروا كان زمان حتى يقولوا كده في البستان الرهبان الكتاب اللي تربينا عليه، يقولك ان اوقات يحصل سجس في الدير. سجس في الدير يعني ايه؟ يعني في جو كده مريب كده والناس فيه ها وفي ايه، ما يكونش الابونا فلان متضايق معقوله ليه ها في ايه؟ طب وانا مالي، وانا مالي، ايه اللي هيفرق؟ النهارده في ناس ادت نفسها الحق انها تخش على الفيسبوك وتكتب كل ارائها في اللي بيحصل في الكنائس. طب انت عارف الحقيقه كلها؟ طب انت فكرت كام واحد لما قرا اللي انت كتبته؟ الزباله دخلت جوه قلبه. انت مش هتقف قدام ربنا وتدفع دم الانسان اللي انت عثرته برايك اللي انت قلته. يا ريت نخلي بالنا في اللي بنقوله، والاحلى في ودنك، احلى انك تفرد ودنك. كلنا بنغلط، لازم نعلم ان احنا نتوب، نتعلم ان احنا قليل وعثرتنا ناس قليله. احنا قلنا كام اقفل لغايه اتنين ايه؟ اقفل ودنك. ثالث حاجة اقفل على فكرك. يعني ايه اقفل على فكرك؟ من الامور اللي بتعذب الانسان ده في واحد لوحده بس قاعد وبيقلب فبيتعذب، بيتعذب. وعشان كده الاباء القديسين كلمونا على فضيلة اسمها ضبط الفكر. يعني ايه ضبط الفكر؟ يعني الفكر ده عامل زي الحصان الجامح وانت ماسك اللجام، لو ما عرفتش تأدبه وتمسكه يقلبك. بدليل ان ناس كتيرة فينا كل ما تيجي تصلي يمسكها فكر القلق والتوتر ومبقاش عارف يصلي، مش شايف ربنا، لان الحصان اللي هو المفروض يمسكه قاعد يقلبه. فمحدش فينا عارف يركز مع ربنا. طب انت مش عارف تركز ليه؟ يقول لك تصور يا ابونا اول ما ابتدي اصلي تلاقي امواج الفكر، امواج الفكر، اشت في الولاد واشت في مراتي واشت في الفلوس واشت في البيت واشت في الخناقه اللي مع الجيران واشت في الكنيسه واشت في الخدمه، مش وقته. فانت لازم تعرف تقفل على فكرك. فالاباء اللي اسمها انتهار الفكر، عارفين عن ايه انتهار الفكر؟ زي ما المسيح انتهر الموج بتاع البحر وقال له ابكم، ابكم يعني اخرس، اخرس. فخرس. انا اقدر ادرب نفسي ان كل ما تجيلي افكار قلق او افكار توتر اقول لها اخرسي، لانك انت ما وراكيش حاجة غير انك تقلقيني وتتعبيني ومش هتحل مشكلة. اديكم مثل، هنفترض زمن ما قبل الموبايل، لان هتقولوا دلوقتي الموبايل حل المشكلة. انا هفترض زمن ما قبل الموبايل. لو في واحد متأخر، مش كده؟ واحد متأخر، ابني متأخر، والساعة بقت واحدة بالليل والمفروض كان يجي الساعة 12 بس هو ما جاش. فأنا واقف في البلكونة ولابس بطانية، لابس
روب وبردان ولابس بطانية والدنيا بتنطر وعامل راسي كده وقاعد كل شوية اعمل كده واعمل كده. خلي بالكم، هل وقوفي في البلكونة هيجيبه بدري؟ معلش نفكر فيها بالراحة، هل وقوفي في البلكونة هيجيبه بدري؟ مش هيجيبه بدري. لو هيجي الساعة 2 كل اللي حصل جات لي نزلة شعبية ان انا واقف في البلكونة مستنيه لغاية الساعة 2. بس بيني وبينكم بسبب الأبوة أو الأمومة مش قادر أعمل غير كده. Fair enough، يعني ده هو ده الصح، مش قادر أعمل غير كده. ده معناها أنا بحاول أخش الحاجة. ده معناها الحالة اللي بتحصل لمعظمنا، إنه كل واحد يقول لي إيه؟ يقول لي أصل المشكلة يا أبونا إن الفكر أو القلق أو التوتر ما تعرفش تغلبه. لا، أنت مستسلم له. تقدر. لأن الأم اللي كانت قاعدة في وسط المطر ومستنية ابنها لو خدت قرار انها تخش تصلي كل مزامير القلق والاضطراب، يعني الساكن في ستر العلي الرب راعية الهنا ملجأنا في مصائبنا التي في شدائدنا التي اصابتنا، كل المزامير دي وقفت وقالتها، لازم ربنا هيشتغل ويديها سلام. بس هي استسلمت للقلق ووقفت البلكونة. على فكرة الكلام سهل ولا صعب؟ الناس اللي هنا وصل الكلام؟ لان حاسس انه شويه كده ما علي. تاني، فلازم انا اعرف اقفل على فكر القلق، لان فكر القلق فكر سلبي مش هيحل مشكله، وبيشلني وبيوترني وهنقل قلقي للي حواليا. علشان كده من فضلك اتعلم تضبط فكرك واقفل عليه، جاهد مره بعد مره. الإنسان يقدر يضبط فكره، والإنسان يقدر يضبط ويمسك ويقفل على كل الأفكار السلبية اللي بتهزمنا. لازم ما استسلمش. عارفين مشكلة يهوذا إيه؟ إنه يستسلم لفكرة واحدة، مش ممكن هتتقبل، ولو رحت هتحط عينك في عينه إزاي؟ يا شيخ روح موت يا أخي. قال له معاك حق. ففي افكار كتيره قوي بتفقدني سلامي، وفي افكار كتيره قوي ممكن تزعجني. اتعلم تقفل. انا عارف اللي انا بقوله ده مش سهل، وانا وانتم كلنا بنقع في حتت. على الاقل لو وقعت ما تطولش، يعني مش عارف ما تطولش. من مشاكل عدم ضبط الفكر، واحد تلاقي كده يقول لك ايه، انا اخر حته لاحظت فاكرها في القداس قانون الإيمان، وبعدين فقت على المناولة. طب أنت كنت فين في الوسط بقى؟ ده أنت خير أخدت القداس من أوله لآخره، من أول يا الله العظيم الأبدي لغاية أمين أمين. لك شوارع وحارات وهاي واي ولف ورجع تاني ودخل في 100 مشكلة وميت. أنت محتاج تتعلم تقفل على فكرك وتنتهر الفكر وتشغط فيه، وتقول كده الكلمة اللي بنقولها بصلاة الاسمة في القداس، وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر فليبعد عنا. أنا يا رب عاوزك تساعدني إن أنا أقفل على كل فكر أخدني من صلاحك، أو كل فكر أخدني وأنا واقف قدامك. هنقفل على كام حاجة لغاية دلوقتي؟ اغلق على عينين، لأن العين فيها 3 خطايا، وبعدين اقفل على ودنك، لأن الودن تسبب عدم النقاوة للقلب، وبعدين اقفل على ايه؟ على فكرك. في حاجة كمان لازم اقفل عليها، لازم اقفل على نفسي باب اوضتي، لان دي وصية قالها رب المجد يسوع المسيح، قال واما انت فمتى صليت اغلق ايه؟ الباب. انا بقى يعني ايه اغلق بابك؟ يعني ايه اغلق بابك؟ خلي بالكم هي ليها اكتر من معنى، بس انا هناخد حاجات بسيطة قوي. اغلق بابك معناها ان اباك الذي يرى في الخفاء يجازيك ايه؟ علانية. اوقات احنا بنحب واحنا نصلي حد في البيت يشوفنا احنا بنصلي، يعني ممكن تكون حرب، ان انا عاوز يتقال عني ان انا بصلي، او ابقى عاوز مش عارف، لكن اهي اوقات دي حرب وممكن تيجي للانسان.
ربنا عاوز يقول لك اهتم بالعمل الخفي. لما تيجي تدي تقدمة ليا ما تخليش حد يشوفها. لو ليك تدبير تقشفي في الصوم ما تعلنهوش لكل الناس. يعني فرضا انت اب اعترافك ادالك في الصوم تدريب معين انك انت تاكل صنف واحد، خلاص التزم بالموضوع ده، فدخلت على سفرة لقيت فيها 12 صنف، فتلاقي نفسك تقول لي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده صوم ده ده صوم ده ينفع كده 12 صنف ولسه الفواكه ولسه الحلويات، ده مش صوم ده ده مش صوم ده. يا اخي كل انت صنف واحد وخليك في تدبيرك ومالكش دعوه باللي حواليك، لان ربنا بيقيسك انت، انت مالكش دعوه بالناس بتعمل ايه. اغلق الباب معناها اهتم ان العمل الذي تعمله لا يراه الا المسيح وحده. لان في اوقات كتيره قوي رايكم فيا اهم من راي المسيح فيا. فلما اطلع في وسط مجموعه ايه يا جماعه مش هنعمل درس كتاب؟ لا لازم نعمل درس كتاب عشان انا خادم او عشان انا كاهن. طب انا في بيتي وانا قافل الباب فعلا بعمل درس كتاب مع نفسي ولا ماليش علاقة بالكتاب المقدس؟ يقول بقى المسيح كده ويل لكم أيها المراؤون. فأنا عاوزك لما تمارس أي عمل روحي تمارس العمل الروحي دوت وانت مركز معايا، يعني قافل بابك، يعني محدش شايفك غيري أنا، لأن اللي بيني وبينك هو اللي باقي لك، لكن اللي انت عملته قدام الناس أخدت أجرتك من مين؟ من الناس. يا ريت نتعلم نغلق أبوابنا. اي تدريب روحي مديهولك اب اعترافك ما تقولهوش لاي حد. اي قانون انا بعمله وبجاهد فيه ما اقولش لاي حد، لان انت لو قلت انت فتحت الباب ودخلت الشيطان عليك ليه؟ ده احنا غلابة قوي، ده احنا مش عارفين نعمل حاجة من اساسه. فنبتدي حتة حتة. خلي فكرة الخفاء دي فكرة مسيطرة عليك، ما تقولش حتى ان انا بعمل خير وانا مش ممكن يجي العيد الا ما على ملاجئ واديهم، اصل لازم اعمل كده، ده انا ابوي على... ما تقولش يا اخي ما تقولش. بس كلنا بنتحارب، كلنا بنتحارب ونقول اغلق الباب. صعبه لان جوايا ذات لسه عاوزه تبين للناس انا بعمل ايه، لكن لو عرفت ان انا اغلق الباب دي هتبقى حاجه حلوه قوي 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 قوي، ان انا اعرف اخلي تدبيري بيني وبين ربنا. كان أبونا ميخائيل إبراهيم كان ليه تدبير، الله ينيح نفسه، حكى لي التدبير ده أبونا ميخائيل عزيز، يعني إن لما كان يلاقي حد يتباهى إنه شماس حافظ، شماس حافظ يعني، ويحب كده يقول وجايب حتت، يعني راح لمعلم في فجالة من القدام ولا راح لمعلم من مصر القديمة بتاع من المعلمين بتوع الصعيد القدام، وحافظ حتة كده يحب إيه يعني، فيقول لي معلم الكنيسة يا معلم مش هنقول الربع الفلاني ولا ايه، ما هو ده اللي حافظه جديد فلازم يعني يقوله. فكان لما يلاقي حد من ولاده عنده كده يقول له حبيبي البس شماس وما تفتحش بقك طول القداس، لان قيمة انك تصلي بقلبك اهم من انك انت تصلي بصوتك. الناس دي كانت ليها فكر. عندنا شمامسة دلوقتي بيتخانقوا، ده دخل الهيكل وانا ما دخلتش الهيكل. ليه؟ لان مش عاوزين نقفل الباب. احنا الفلسفة بتاعتنا افتح الباب والشباك عشان الناس تتفرج عليك، بس الحقيقة هي محتاجة حاجة تانية خالص، ان احنا نتعلم ان علاقتنا تكون بين ربنا مفيش حد بيتفرج عليها. في طبعا حاجة نقطة اخيرة هختم بيها، دي ما كانتش تنفع في الالف الوعظ من 20 سنة، بس ممكن دلوقتي تتقال. اغلق ايه؟ الموبايل. برافو عليكم، برافو عليكم. عايز اقول لكم حاجة، من اكتر الامور اللي اثرت علينا روحيا في الفترة الاخيرة هي الاجهزة اللي في ايدينا كلها. بقت شد الناس لدرجة بتوجع قلبي، بتوجع قلبي. يعني انا عارفين لما باجي اروح اناول الدم في قداس القاعة فبدخل من الاخر كده الاقي كل الولاد والبنات اللي هم عندهم 12 و13 سنة، صحيح مش كبار ولسه اطفال ولازم يتعلموا، بس كلهم فاتحين الموبايل ومش فاتحين الخلاجي، لا ما انا ماشي في وسطهم وملامح، فاتحين يا اما واتساب يا فيسبوك يا اما بتبعت مسجز اس ام اس. انا ببقى مجروح قوي عشان ما سلمناش ولادنا. طيب هتقولوا
ازاي ابونا يكونوا في القداس وبيعملوا كده؟ مكسوف ان اقول لكم ان بعض المكرسين دون الافصاح في الكلام بيعملوا كده جوه الكنيسة. ومكسوف اكتر ان انا اكون كبير وقافل الباب على نفسي بتاعت اغلق الباب اللي فاتت عشان استفرد بربنا، وكل لما الموبايل يرعش ان يدي لك رن ان جات لك مسج ولا جات لك بتاع، ابقى في وسط الصلاة واقف قدام ملك الملوك وبطل صلاة عشان ابص على الموبايل بيعمل ايه او جالي ايه. الحقيقة مفيش اهم من وقفتي قدام ربنا. فاذا كنت انا مش قادر اقاوم بصيتي في الموبايل، اعمل حاجة بسيطة، اطفي خالص، حطه على وشه. لكن لازم نقفل اي حاجة بتشدني برا حضرة الله. ما هو احنا واقفين قدام ربنا يا اما بنمارس عادات وبس. فاذا كنا نواقف قدام ربنا، ده انا عايز اقول لكم حاجة، لو حد من حضراتكم بيعترف ومركز في الاعتراف قوي، ولقى اب اعترافه قاعد يرد على رسائل على الموبايل ويبص ويكلم ويرد على الموبايل وقاعد يعمل حاجة بصبعه كده على الموبايل، انت نفسك كمعترف هتبقى متضايق. طول ما يصحش، ما يصحش مهما كان ابونا يعمل كده. الشيء بشيء يذكر، في حاجة رنت صح؟ ما علينا. فالفكرة كلها ان كلنا تحت الضعف، ممكن انا اقع وانت تقع وفي ضغطة معينة ارد على موبايل، بس على الاقل اقف بعد كده واعتذر لربنا واقول له الجهاز ده بقى يسرقني منك، واخد قرار ان انا اقفله جوه الكنيسة، اقفله وانا بصلي، اقفله وانا بقرا الانجيل. احنا بقينا مش عارفين نركز. حد فيكم يقبل ان ابنه وهو بيذاكر ثانوية عامة يبقى الموبايل مفتوح وقاعد يعمل واتساب ويرد على كل رنة بتجيله؟ انت بتعمل منه ايه؟ تقول له اسمع انا هاخد منك الموبايل طول المذاكرة وخليه في جيبي، وفي وقت البريك هديهولك او في وقت الراحة هديهولك، لكن مفيش حاجة اسمها مذاكرة وموبايل مفتوح. ليه بتاخد الموقف الحاسم؟ لانك انت عارف انه مش هيقدر يركز في الكتاب ويركز في الموبايل، لكن مع ربنا عشان طيب قوي قوي بستهين بيه. فالحقيقة انا فاتح الموبايل وفاتح الاجبال، وممكن اكون فاتح بقى الموبايل واخد الاجبال من الموبايل، وفي وسط ما بنقول ارحمني قال لك عظيم رحمتك تليلين تليلين الو ايوه مين، ومثل كثرة رأفتك تمحو اسمي. وبعدين لا، لازم نتعود ان في حاجات نقفلها لانها معطلانا عن ربنا. انا وانتم في نفس الحرب، وانا وانتم محتاجين تحت نفس الجهاد عينه. ربنا يديني ويديكم ان احنا نتعود نقفل. نقفل اللي اتفقنا، واحد اننا، اتنين، تلاتة الفكر، اربعة الباب، الباب، وبعدين الموبايل.